مع دكتور أسامة شعث على مسألة التصريحات الأخيرة لجو بايدن والتي أثارت حفيظتنا بالتأكيد كمصريين وأثارت الحفيظة العربية بطبيعة الحال. يعني بداية تحية لك وللضيوف الكرام الأعزاء الدكتور الأستاذ دكتور حامد والأستاذ أستاذ عمرو وكل المشاهدين، وأيضا تحية إلى شعبنا الصامد الآن الذي يواجه آلة الدمار بكل أشكالها. طبعا الحقيقة أنه جو بايدن يعني الرئيس الأمريكي الآن ربما يكون هناك ظهور بحالة الزهايمر أو كذا كما يرى العديد من المحللين أو الخبراء الدوليين في المؤسسات الدولية، لكن هناك إشكالية لدى الولايات المتحدة. هو يتعرض الآن لضغوط كبيرة جدا بهدف يريد أن يدخل انتخابات في المرحلة القادمة، وهي المرحلة الأصعب في تاريخه خلال الأشهر القادمة، لأنه يريد أن يعني يخوض الجولة الثانية من أو ما تسمى بالدورة الثانية في الانتخابات بالنسبة له. أيضا هو يواجه ضغوط داخلية داخل الحزب الديمقراطي، ويواجه أيضا يعني الضغوط على مستوى حتى الجيل الشباب من الحزب الديمقراطي، أضف إلى ذلك المؤسسة الأمريكية الرسمية، يعني سواء في البيت الأبيض أو حتى في الخارجية وفي الإدارة الأمريكية هناك الكثير من القيادات الأمريكية الذين وقعوا على عريضة بمطالبة وقف الحرب على غزة بشكل عام. فضلا عن كل هذه المحاور الداخلية، هناك أيضا ضغوط دولية، وربما سمعت الولايات المتحدة الآن تتعرض إلى اهتزاز كبير بسبب أنها فقدت مصداقيتها الدولية بأنها دولة تدعم حقوق الإنسان، دولة تدعم الديمقراطية، تدعم يعني الشعوب الفقيرة في الحرية وما شابه، وهي أيضا تريد حل الدولتين والسلام في المنطقة العربية أو ترعى عملية السلام في المنطقة باعتبارها الدولة الراعي الوحيد كانت لعملية السلام منذ 32 عاما. ولكن مع كل ذلك العالم الآن يرى كيف يعني أنت تقومي تتحدثين عن حل الدولتين ولا تعترفي بدولة فلسطين، أنت تتحدثين عن حل الدولتين وتدعم الاحتلال الإسرائيلي لقصف المدنيين، أنت تقول يجب وقف إطلاق النار وأنت التي تستخدمي الفيتو ضد أي مشروع مصري أو مشروع عربي أو مشروع حتى الروس لما تقدموا بمشروع وقف إطلاق النار في مجلس الأمن الدولي، الولايات المتحدة التي استخدمت الفيتو. وبالتالي هناك تناقض كبير جدا ما بين الموقف الأمريكي سواء المعلن وما بين السلوك الأمريكي على الأرض في التوجه وفي العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي. هناك 5 زيارات مكوكية جاء فيها السيد بلينكن وزير الخارجية إلى المنطقة، كلها لم يتم الخروج منها بأي موقف واضح للولايات المتحدة سوى دعم نتنياهو ودعم حكومة الحرب الإسرائيلية، وهي بالمجمل يعني كأنه يتماهى مع الموقف الإسرائيلي بشكل غير معلن. يعني هذه هي تقريبا الموقف الأمريكي الذي يجعل جو بايدن في حالة من الارتباك في الموقف والتغير في